السلام عليكم، شو بيردي زاد كل عادة معكم. رانا ولينا نتكلموا على المقابلة اللي الموند كامل سمع بها، الموند كامل يقار على المقابلة بوكا جينيور ريبل بلايت اللي شناهم اليوم. مقابلة لهدف لهدف، الشوط أول في الدقائق الأخيرة شلنا هدف من بينيتو من جانب بوكا جينيور، اللي كان هدف من عند مهاجم كان قوي، مهاجم اللي دار خطورة، مهاجم اللي عمل كل شيء، مهاجم اللي شنا كيفاش اللعب، يعني اللعب مفتوح تستمتع معاهم، على بالك دوزي كيف استمتعنا معاهم، شنا لعب متكافئ. شوط بوكا جينيور، شوط ثاني ريبر بليت اللي ضيعوا أهداف محققة، وفانيك بوكا جينيور وين كان عندها الخطر فانيك في الدقيقة ال 73 دقيقة ال 55، يعني شنا هجمات متبادلة بيناتهم، فرص ضائعة بيناتهم. لوكاس اللي سناه سجل الفريق ريبيل بليت في الدقيقة 68، وين خادع الدفاع تاع بوكا جينيور اللي بقى يتفرج وين خادعهم. وشلنا كيفاش، يعني كي تشوف المقابلة تعرف بلي لاعبين كبار، تعرف بلي مدارس كبيرة، مدارس قديمة، مدارس اللي كيما نقولوا حنايا تصدر لاعبين اوروبا، لاعبين نذكروا على سبيل المثال نقولوا ميسي بزاف، ميسي ماشي نقولوا خارج من دو زيكيب، ميسي من الارجنتين اليوم راه يتفرج اليوم، مشاهير تاع كرة القدم، مشاهير في الفن، راهم يشوفوا في المقابلة كلاسيكو الأرض، هذا هو كلاسيكو الأرض. شنا كيفاش، وين شعل من الاربيت اللي ما نجمش يدير هذه المقابلة، خوف على حياته، يعني مقابلة نقولوا انصار شويه، انصار متعصبين، انصار اللي حوسوا كل فريق يحوس يفوز، ما يامنوش بالخساره، يامنوا الا بالفوز، رغم ان شفنا مقابلات عندهم في ليزيكيب في الارجنتين في الشامبيونات تاعهم، ريبال بلايت تربح ببوكا جينيور، بوكا جينيور تربح بريبال بلايت، يعني شفنا مقابلات بيناتهم الاقوى تخرج بالتعادل ولا الفوز. شفنا شحال من خطره بوكا جينيور ربح في ريبال بلايت ربح في البوكا جينيور، يعني ما تنجمش تعطي المقابلة نتيجة قبل ما تلعب، يعني تبقى لبدة صعيبة، مقابلة شد راسك في أي لحظة في أي دقيقة. شلنا كيفاش حتى الدقيقة البوكا جينيور حتى الدقيقة 44 وين خادعوا الدفاع، وين خادع بينيتو هذا اللي خادع الدفاع، خادع الحارس رغم قوة الحارس، من الحراس اللي لعبوا دور كبير اليوم، مدافعين لعبوا دور كبير، لكن شنا لوكاس كيفاش في الدقيقة في الشوط الثاني بعد التغييرات تاع المدرب تاع ليفر بليت، وين عرف كيفاش يبدل الخطة تاعو، وشنا كيفاش لعب خطة شنا 4-4-2، ريفر بليت لعب 3-5-2، يعني واحد في الاتاك، وشلنا كيفاش اللعب كان مغلوق بيناتهم، وشلنا ما شلناش اللعب مغلوق، شلنا اللعب مفتوح، وشلنا مقابله تستمتع مع الهجوم مع الدفاع في خط وسط الميدان، الحراره تاع المدربين، الحراره تاع الانصار، يعني شلنا مقابله لمن ما يت... هذه المقابلات ما يتنساوش، هذه هي، وصحيتو ربي يحفظكم.